أهلا بكم ومعكم في شؤون عربية في حلقة جديدة والمزيد من المقاربات لأكثر من ملف عربي نتناوله بالمتابعة والتحليل ونفرض مساحة أكبر للتطورات في الشقيقة العراق على ضوء التحديات المتعاظمة، ولعل أبرز هذه التحديات هي الملف الأمني الذي يعتبر بالونة الاختبار الحقيقية لمصطفى الكاظمي في بداية عهده كرئيس لوزراء العراق، بالإضافة إلى المزيد من الملفات وتعويلات ولعل تساؤلات كذلك بالنسبة لمن سوف يسند إليهم الحقائب الوزارية الحيوية وتوجهاتهم، وإلى أي مدى يمكن أن يشكلوا قدر لهذا التحدي أو يكونوا بشكل أو بآخر ملبين لتطلعات الشعب العراقي في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة كذلك من تاريخه. وننتقل لهذا التقرير ونظرة سريعة على أبرز المعطيات في الملف العراقي، ونعود لحضرتكم من جديد لهذه الوقفة الحوارية والمزيد من المتابعة وتحليل لشأن العراقي. بعد شهور من الصراع السياسي والتظاهرات التي لم تتوقف، أطلق العراق عملية أبطال العراق للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي. العملية التي أطلقتها حكومة مصطفى الكاظمي مؤخرا جاءت ضمن عمليات عسكرية أطلقتها الحكومات العراقية المتعاقبة للقضاء على التنظيم المتطرف الذي أعلن العراق النصر عليه نهاية عام 2017، وذلك بعد معارك دامية استمرت لأكثر من 3 أعوام مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد آنذاك. خبراء عسكريون يؤكدون أن عملية أبطال العراق جاءت استحقاقا لمرحلة مهمة في إطار التخطيط للعمليات الاستباقية لمنع انتشار تنظيم داعش من جديد، الذي لا يزال فلوله قادرين على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها. وتكمن أهمية العملية العسكرية في أنها ستقطع إمدادات الإرهابيين بين محافظات كركوك وصلاح الدين شمالي العراق، كما ستسهم في الحصول على معلومات استخباراتية مهمة، فضلا على أنها ستعطي شعورا قويا للمواطنين في المناطق المستهدفة بأن الدولة وقواتها المسلحة تقف وراءهم وتحميهم وتسعى لإنهاء وجود التنظيم المتطرف. ويرى مراقبون أن إطلاق حكومة مصطفى الكاظمي للعملية العسكرية أبطال العراق له أهداف متعددة محلية وإقليمية ودولية، يأتي في مقدمتها إظهار أن الكاظمي قادر على مواجهة إرهاب داعش وحسم ملفه بالاعتماد على قدرات الجيش العراقي بشكل أساسي، مكتفيا بالمساندة الجوية من قوات التحالف الدولي، فضلا عن رسالته إلى دول الجوار خصوصا إيران وتركيا مفادها أن الجيش العراقي أصبح قوة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر. أما محليا فتتمثل الرسالة في أن الكاظمي الذي تصدى لأخطر الملفات وهو خطر داعش الإرهابي قادر على مواجهة ضرورات التغيير، وفي مقدمتها ملفات الفساد المتورطة فيها جميع الكتل السياسية العراقية. بالفعل هي تركة ثقيلة بالفعل تلك تواجه الكاظمي من خلال كافة المشكلات التي تعترض سبيل العراق في هذه المرحلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتأكيد في المقام الأول الأمنية التي نسلف الذكر أسفنا الذكر عنها ودوما يسلط الضوء عليها. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية في شؤون عربية الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد والكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك. أهلا بك. حضرتك من واقع تخصصك في الشأن العربي بشكل عام وخصوصا بنظر الوضع العراقي في الماضي وفي الحاضر، وربما نستشرف أفاق مستقبلية من خلال المعطيات الموجودة حاليا، كيف تتوقفون عند إسناد المهمة في الوقت الحالي إلى مصطفى الكاظمي وأبرز التحديات التي تواجهها، وإلى أي مدى يمكن أن يعزز مركزه أو على العكس تتراجع أسهمه من جراء طريقة تعامله مع الملف الأمني على ضوء المعطيات الأخيرة في العراق؟ حقيقة اختيار مصطفى الكاظمي كان نقطة البداية ربما لوقف نزيف الصراعات والخلافات داخل العراق. مصطفى الكاظمي كان مديرا المخابرات العراقية وتحت يديه الملفات التي ربما لا يمتلكها غيره من الذين طرحت أسماؤهم كمرشحين لرئاسة الوزراء في العراق.
لذلك مصطفى الكاظمي حتى بطبيعته الشخصية، وأنا أعرف الرجل جيدا، رجل هادئ يجيد استخدام الأوراق بكافة السبل، يجيد اللعب مع الجميع، يجيد إرضاء الجميع، رغم أن الوضع العراقي بكل تعقيداته عصي جدا على أن ترضي جميع الأطراف. ربما يكون الكاظمي أكثر حظا من غيره بسبب حالة النشوة في العلاقات بين واشنطن وطهران وعدم تأجيج الصراع الذي كان بلغ أشده خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا ساعد مصطفى الكاظمي على العمل بهدوء وعلى أن يجيد وصل حبال الود بين طهران من جهة ومع واشنطن من جهة أخرى ومع الدول العربية التي كانت بعيدة تماما عن الواقع العراقي إلى درجة العداء مثل السعودية مثلا وغيرها من دول الخليج. يعني حضرتك بتعول أن يؤثر ده إيجابا على المسار العراقي؟ بالفعل هو معول إيجابا، وهذا وضح جليا في التشكيل الحكومي. أولا التشكيلة الحكومية كانت عصية جدا حتى على عادل عبد المهدي نفسه الذي كان سيء الحظ كثيرا، وعندما طرح اسم توفيق علاوي كان أكثر في سوء الحظ بسبب حراك الشارع وبسبب الصراع الذي ظهر إلى العلن بين واشنطن وطهران وما شابهها من يعني تقاطعات أضرت كثيرا بالواقع العراقي. مصطفى الكاظمي تشكيلاته الوزارية أتصور أنها كانت شديدة السلاسة للدرجة التي أعاد فيها أو سيعيد فيها وزارة الخارجية للأكراد كحصة لهم، وهذا كان أمر حقيقة محل رفض دائم خلال السنوات القليلة الماضية بعد الإطاحة بهوشير زباري الذي كان أول وزير خارجية عراقي من الأكراد، ثم تولي الشيعة هذا المنصب وخاصة من حزب الدعوة والمجلس الأعلى. الآن يعيد مصطفى الكاظمي وزارة الخارجية وهي وزارة شديدة الأهمية في العراق إلى الأكراد، صحيح، ممثلة في وزير المالية الذي كان يتولى منصب وزير المالية سابقا. وسؤال أيضا يطرح نفسه بقوة، كيف يستفيد الكاظمي من التجارب السابقة لأسلافه في التعاطي مع الملفات الملحة بالنسبة للعراق؟ بدوري أتوجه بهذا السؤال إلى الدكتور فاضل البدراني متواصلا ومتدخلا معنا من العاصمة العراقية بغداد، وهو الأستاذ في الإعلام بالجامعة الدولية العراقية. تحية لكم. شكرا لك وشكرا لضيفك. جزيل الشكر، تفضل. السؤال يعني السؤال عن حجم التحديات التي تواجه العراق في هذه المرحلة، وكيف يمكن لرئيس الوزراء العراقي في منصبه الجديد الكاظمي أن يستفيد من التجارب السابقة لأسلافه ومن أي حراك أو إخفاقات كذلك في شأن العراقي حاليا؟ في الواقع حكومة السيد الكاظمي تواجه العديد من الملفات والتحديات، وهو تعتبر هذه الحكومة يعني حكومة اللحظات الأخيرة من عمر العملية السياسية. إن لم تنجح هذه الحكومة بكل تأكيد سيكون هنالك لربما شكل آخر للواقع السياسي في العراق، لأن هنالك من التحديات الشعبية وانتظار الشارع العراقي ما مطلوب من السيد الكاظمي أن يفعله من أجل إعادة العراق ومعالجة الملفات الاقتصادية التي جعلت العراق في انتكاسة اقتصادية كبيرة، رغم أنه يعد من الدول المتقدمة عالميا في تصدير النفط وفي مخزونة للنفط والثروات الأخرى. الكاظمي يواجه أيضا أزمة سياسية خانقة، هذه الأزمة هي أساس كل مشاكل العراق التي لربما هي أفشلت حتى برامج الحكومات السابقة بسبب انغماسها مع هذه المشاكل وتعاطفها مرات، وبسبب لربما أيضا تداخل ملفات خارجية أقليمية ودولية سواء ما يتعلق بأمريكا وإيران، هذه التي جعلت العراق دائما في انتكاسات اقتصادية وأمنية وسياسية وحتى مجتمعية. على الجانب الآخر، كيف تنظرون إلى التطورات الميدانية وأصدائها على أي أفق سياسي مستقبلي حديثا عن العراق الآن؟ يعني التطورات، إذا تتحدثين عن التطورات الأمنية
يعني مع تنظيم داعش أعتقد أن هنالك عملية عسكرية واسعة لمواجهة التحديات الأمنية التي ظهرت في الأسابيع الماضية أو لربما في الأشهر الثلاث الماضية بعد ما تراجع التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من انتشارهم في داعش قاعدة ومعسكر موجودين في العراق لتعقب حركة تنظيم داعش. عندما صوت البرلمان العراقي في 5 يناير الماضي بإخراج القوات الدولية من العراق وتحديدا الأمريكية كانت هي المقصودة، نلاحظ هنالك تراجع في الأداء الأمني وهنالك خروقات لتنظيم داعش. الآن على ما يبدو التحالف الدولي والولايات المتحدة الآن بدأت تساعد العراق في محاولة لإثبات وجود أهمية هذا التحالف لدعم العراق أمنيا وعسكريا، ولاحظنا انتكاسات في أداء عناصر تنظيم داعش باعتقال الصندوق الأسود لتنظيم داعش قرقاش، وأيضا مقتل الرجل ربما يعتبر الرجل الميداني الأول في العراق قبل أيام، وكذلك اعتقال بعض القيادات. هنالك عملية كيف يؤثر ذلك على مقدرات داعش وعلى توازنات القوة بالنسبة للعراق في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي في الفترة القريبة القادمة؟ سريعا بعد إذنكم. يعني عملية حتى نقول عملية التوازن، إذا كان العراق بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية فأكيد هنالك فصل لتنظيم داعش بالتواجد، وإذا كانت الحالة بالعكس فبالتأكيد ستنعكس على أداء داعش وينكف إلى الوراء إذا ما كان هنالك علاقة طيبة بين بغداد وواشنطن. أشكر جزيل الشكر دكتور فاضل البدراني من بغداد، أستاذ الإعلام بالجامعة الدولية العراقية. يتواصل الحديث مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمود الشناوي الكاتب الصحفي. أستاذ محمود، من ضمن التحديات بالتأكيد بإضافة إلى تعاظم التحديات الاقتصادية، الأفق السياسي ربما كثير من المتابعين والمتخصصين يرون بأنه متعثر أو منسدد بشكل أو بآخر، تزايد هجمات داعش كيف تنظرون إليها وإلى أي مدى تتفقون مع دكتور فاضل البدراني في هذا السياق؟ وبس عايز أوضح نقطة بس، لأن داعش في العراق مختلفة كليا عن داعش في أي مكان آخر. داعش في العراق عماده الأساسي رجال عشائر سنية يعني مختلفين مع الدولة العراقية ويعانوا من بعض المشاكل سواء العشائرية مع عشائر أخرى في المناطق أو مشاكل قديمة باعتبارهم كانوا عناصر في نظام سياسي عراقي السابق. لذلك داعش في العراق تعتمد أساسا على هذه الخلايا النائمة من أبناء العشائر في مناطق محدودة والجميع يعلمها بالمناسبة. يعني داعش أماكن تمركزها في الحدود الإدارية الواسعة لمحافظة صلاح الدين التي ترتبط بحدود مع 7 محافظات كلها صحراوات. هذه منطقة أولى لتجمع داعش وأهمها منطقة مطيبيخة وفي الشمال في منطقة البيجي وغيرها من المناطق. المنطقة الأخرى التي تعتمد عليها داعش في التواجد أيضا هي منطقة صحراوية مفتوحة، وهي الحدود الإدارية ما بين محافظتي نينوى وعاصمتها الموصل ومحافظة الأنبار، وهما كبريات المحافظات السنية العراقية. هذان المكانان هما القواعد الأساسية لتنظيم داعش أو خلاياه النائمة. متى تقوم هذه الخلايا النائمة؟ عند وجود هشاشة أمنية وعدم تنسيق بين الجيش العراقي من جهة وقوات الحشد الشعبي المدعومة إيرانيا من جهة وقوات التحالف التي تقوم بالدعم الجوي من ناحية أخرى. كانت الأجواء مناسبة جدا لانتشار داعش عندما كان هناك صراع مرير بين قوات الحشد الشعبي والقوات الأمريكية الموجودة، وصلت إلى حد الاشتباك وسقوط الكثير العشرات من الضحايا من فصائل الحشد الشعبي ومن القوات الأمريكية أيضا، سواء بقصف إيراني مباشر أو بعمليات قصف داخلية بالهاون والكاتيوشا. هنا كانت المجالات مفتوحة جدا لتنظيم داعش ونشط التنظيم ووجد من يساعده. الآن التنظيم ينحسر لسببين. السبب الأول هو التنسيق الحالي الكبير بين الحشد الشعبي الذي لا يريد أبدا أن يخسر
تواجده في تلك المناطق، والتحالف الدولي الذي لا يريد أن يتهم بأنه يسمح لداعش بالتواجد. السبب الأكثر أهمية هو أن خطط أردوغان لنقل عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى الداخل العراقي تبدلت، وتم نقل هؤلاء المرتزقة وعناصر من التنظيم إلى الغرب في ليبيا. لذلك هنا داعش الآن في أضعف مراحله، وخاصة مع العملية العسكرية الكبيرة. أهمية انطلاق العملية العسكرية الواسعة ضد تنظيم داعش بشمال العراق في مثل هذا التوقيت، وأيضا دلالات أن تكون نقطة الانطلاق كركوك. هي طبعا الكاظمي يريد أن يكرس موقعه، ليس فقط كرجل سياسي نجح في تشكيلة حكومية كانت عصية جدا. أنا ربما أختلف مع يعني صديق بالمناسبة الدكتور فاضل، أختلف معه كثيرا في بعض التفاصيل السياسية نظرا للانتماءات والولاءات التي تملي على الكثيرين أن يقولوا ربما أمور غير موجودة. حقيقة الكاظمي نجح كثيرا في كسر سم الكثير من الفصائل خاصة الشيعية. المشكلة الآن في الوسط العراقي أنه لم يعد هناك كتلة شيعية كاملة بالمعنى، وكتلة سنية كاملة بالمعنى، وكتلة كردية كاملة بالمعنى، ولكن هناك صراعات داخل كل كتلة على حدة. هناك في الكتلة الشيعية يتصارع دولة القانون برئاسة نوري المالكي من جهة، مع التيار الصدري وكتلة الفتح من جهة، يدخل على الخط عمار الحكيم من جهة أخرى، فتجد أن هناك الكتلة الشيعية غير متناسقة، وكل يبحث عن مصالح الذاتية الضيقة جدا. الكتلة السنية أيضا، وهذا ظهر جليا في توزيعة منصب وزير الدفاع تحديدا وبعض الوزارات الأخرى، هناك كتلة رئيس البرلمان الحلبوسي، وكتلة خميس الخنجر والرجل الأعضاء الآخرين في الكتلة السنية الكبار، والكتلة الكردية أيضا ليست متماسكة. لذلك كون الكاظمي استطاع أن يجمع كل هذا الشتات وأن يصل إلى تلك التشكيلة الحكومية التي ربما تعلن خلال هذا الأسبوع بالمناسبة، والوصول إلى منجزات في توزيعة المناصب بنفس طائفي نعم، ولكن يغلب عليها الجانب التكنوقراطي أكثر. نعم. يعني مسألة وزارة النفط، وكانت على فكرة من الوزارات الصعبة جدا، مسألة أن تعود إلى رئيس مجلس إدارة شركة نفط الجنوب التي مقرها البصرة، كان هذا مطلب أساسي وكان يمكن أن يتيح بالوزارة كاملا. ستعود رئيس شركة نفط الجنوب، هو الذي سوف يتولى وزارة النفط، وسوف تعود كما قلت لحضرتك وزارة الخارجية إلى الأكراد، ثم بعد ذلك التوزيعة الباقية من وزارة الثقافة والوزارات الأخرى أيضا بشكل يعني توافقي كبير جدا، ويغلب عليه طابع تكنوقراطي من المديرين الموجودين الذين هم أصحاب الخبرة. لأنه نور المالكي خلال فترة رئاسته للوزراء استطاع أن يجعل هناك دولة عميقة يتحكم المديرين العمومون ووكلاء الوزارة في الوزارات. لذلك كان الوزير منصب سياسي لا قيمة له، مجرد توزيعة تقوم على المحاصصة الطائفية. الآن مصطفى الكاظمي استطاع أن يحل تلك المعادلة وأن يشكل حكومة أتصور أنها سوف تحظى بتوافق شبه كامل، وسوف تحظى برضا الشارع خاصة مع فتح ملفات المختفين قسريا والمختطفين والقتلى أو الشهداء الذين سقطوا أي أثناء الحراك الشعبي ضد حكومة. إذا أنتم تعاولون إيجابا على النجاح النسبي اللي ممكن تحققه الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي. أتصور. ماذا عن السيناريو في العملية العسكرية في مواجهة داعش؟ في نجاحات مبدئية تحققت بنظرة استشرافية سريعة للقادم، هل هو يبشر بالمزيد من النجاحات؟ أم يبقى في الأفق بعض التحديات أو المعوقات التي ربما تحول دون الاستمرار في تحقيق هذا النجاح بهذا القدر؟ شوفي، خلينا نتفق على حاجة معينة، إنه داعش لا تنتهي، سواء اسمها داعش، اسمها دولة العراق الإسلامية، اسمها ماعش، أي مسمى أي عنوان، هي لن تنتهي. هي جماعات وظيفية يتم استخدامها لأغراض سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية أيضا. لذلك عملية التوافق التي استطاع الكاظمي أن يعني يقوم بها داخل الوسط السياسي العراقي، وعملية التوافق الظاهري على الأقل بين إيران وأمريكا، كل هذا سوف يتيح الكثير من النجاحات في تقليص عمليات داعش والوصول بها إلى أقل درجة ممكنة من المخاطر. ولكن تبقى هناك الخلايا النائمة المنتمية إلى هذا التنظيم، سواء أيديولوجيا أو عشائريا أو مناطقيا، ستكون جاهزة في أي وقت من لحظات الهشاشة أو لحظات الضعف الأمني أو السياسي لتكون جاهزة للانطلاق، ولكن لا أتصور أن يجري هذا خلال الأشهر القليلة القادمة. بصمات الكاظمي، أبرز الملفات التي سوف
نشهد فيها هذه البصمات، هل تختصر في الملف الأمني بما أنه ابتدأ ببادرة أمنية من خلال توسيع هذه الحملة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وما الملفات الأخرى التي ربما يعني لن تحسب في ميزان إنجازاته من وجهة نظركم ومن دراياتكم بشكل أو بآخر بشخصيته وفق ما شوفي أنا أقول لك حاجة حصلت دي ما حصلتش من أول انهيار نظام صدام حسين ووجود أمريكا وإيران كحاكمين فعليين للعراق. أن يدخل رئيس أو قائد الحرس الثوري الإيراني بتأشيرة رسمية وضمن وفد رسمي لزيارة العراق، هذه لم تحدث منذ 2003، وهذا مؤشر كبير جدا وعظيم جدا لمن يتابع الشأن العراقي. معناه أن الكاظمي الآن بدأ يضع نقاطا فوق الحروف لمحاولة الخروج بعراق شبه مستقل، لا أقول مستقل كامل، ولكن على الأقل خارج عن دوائر النفوذ القاسية جدا لإيران والقاسية جدا لأمريكا. هذا أولا. ثانيا، الكاظمي باعتباره كان مديرا للمخابرات العراقية خلال سنوات عصيبة جدا، هي فترة حيدر العبادي ثم بعد ذلك عادل عبد المهدي وما تبعه من حراك في الشارع العراقي، لديه الكثير من الملفات التي يستطيع أن يقصر بها ظهر أي سياسي يحاول العبث بالمستقبل العراقي. وأتصور أن هذا الخضوع في الوسط السياسي العراقي وراءه ملفات كثيرة ربما يتم التهديد بها للخروج إلى العلن. مسألة إذا نجح الكاظمي في تحويل المسؤولين عن قتل العراقيين في الحراك الشعبي العراقي الذي شهد يعني ظاهرة لم تكن موجودة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، وهي ثورة أهل الجنوب والجيل الشاب الذي لا يتجاوز عمره 20 عاما وسقط منه الكثيرون بين شهداء وجرحى ومختفين قسريا يعتبروا في عداد الموتى، إذا نجح الكاظمي في إنجاز هذا الملف أتصور أنه سوف يسجل اسمه بحروف من نور في المنظومة السياسية العراقية والمنظومة الشعبية بشكل عام. ولك أن تنظري إلى نظرة ربما يلاحظها من يتابع الشأن العراقي جيدا. لم يذكر أن الكاظمي هو شيعي ينتمي إلى كتلة كذا، وهذا لم يحدث أبدا مع كل رؤساء الوزراء الذين أعقبوا الاحتلال الأمريكي. وكان مصطفى الكاظمي مدير المخابرات العراقية السابق، وتصور أن هذا في الأفق السياسي العراقي نجاح كبير جدا للكاظمي. ربما من سيقسم ظهر الكاظمي هي الظروف التي هو غير مسؤول عنها في الوضع الاقتصادي الدولي وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، كل هذا ربما يكون معوقا شديدا، ولكن الرجل وضعية الأكراد وطبيعتها الخاصة أستاذ محمود كيف يتعاطى معها الكاظمي؟ هو الحقيقة الكاظمي استطاع أن يعقد اتفاق جيد جدا مع الأكراد وأن يعيدهم إلى الحظيرة العراقية بعد أن كانوا قد خرجوا إلى الحد الذي أجرى فيه مسعود برزاني استفتاء على استقلال إقليم كردستان، وكانت هذه سقطة سياسية كبرى الحقيقة. ما جعل الكاظمي يستطيع أن يعيد الأكراد إلى الحظيرة العراقية ويعيد لهم وزارة الخارجية، وهي بالنسبة للمناسبة لهم يعني مسألة كبيرة جدا، مسألة أن يكون وزير الخارجية العراقي كردي، وهذه من حصة الأكراد، والرئيس هو كردي طبيعي بإطار المخصصة، ولكن أيضا يبقى الخلاف القائم على حصة الأكراد من ميزانية العراق، هل هي 17.5% كما هو جاري وتسليح البشماركة وقوات الكردية، أم ستتقلص إلى 13%؟ هذه نقطة حقيقة سوف يعاني منها الكاظمي كثيرا، وإذا نجح فيها بالفعل سوف يتمم يعني كثيرا من الشروخ في الجسد العراقي. حديث عن المحاصصة أستاذ محمود، هل المحاصصة الطائفية واقع لا مفر منه؟ لا مفر بيكرس لي هذا الواقع العراقي والدستور العراقي وما إلى ذلك، لا مفر، أم أن هناك على الأقل يعني بعض الوسائل اللي ممكن تكون بشكل أو بآخر ولو بطريق مباشر يعني يحدث نوع من التعاطي أو يعني الملاذ الآمن، لأنه دوما بيكون من المآخذ اللي بتأخذ على المشهد العراقي، إضافة إلي أيضا يعني دوما كان فيه مطالبات بإنهاء الفساد وغيره من المشاكل، وربما حضرتك أقدر منا بالحديث عن ذلك. شوفي حضرتك، هو يعني معضلتان أساسيتان في المشهد العراقي، المخصصة التي لا يمكن الهروب منها الآن على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة، لأنه من وضع النظام السياسي العراقي واختطط خارطة الطريق في العراق وضع كل شيء على أساس المخصصة بعيدة تماما عن كل
ما يمكن اعتباره من كفاءة أو قدرة أو إمكانية مهما كانت إمكانية ذلك الشخص. وضع المحاصصة من رأس الدولة، القيادات الكبرى من الرئيس يجب أن يكون كرديا، ونائب سني ونائب شيعي. رئيس الوزراء وهو المنصب الأهم يجب أن يكون شيعيا وله نائب سني ونائب كردي. رئيس البرلمان يجب أن يكون سنيا وله نائب شيعي ونائب كردي. دعيك من هذه التاج المنظومة، انظري إلى ما أسفل ذلك من وكيل الوزارة حتى مدير العام. يجب أن يكون أيضا، هي حصص للأحزاب، لم تعد الآن حصص للطوائف بالمناسبة فقط، يعني كانت يعني مثلا شيعي، إنما دلوقتي لا، مين في الشيعة؟ لا، الحتة دي بتاعت حزب الدعوة، لا، الحتة دي بتاعت طير الصدري، الحتة دي بتاعت جماعة الحكيم أو طير الحكمة، الحتة دي بتاعت قوات بدر اللي هم جماعة الفتح. انظري كيف يمكن أن تفكي كل هذا؟ إذن لن نستطيع تغيير هذا الوضع على الأقل خلال السنوات القادمة. لكن للأسف الانعارات الطائفية هي دوما المدخل لتأجيج الصراعات في أكثر من ملف، ومنه بالتأكيد الشأن العراقي. ما الآليات أو الحلول غير التقليدية حتى ولو بشكل وقتي لتعامل مع هذه المشكلة؟ شوفي، هي بدأت مع الحراك الشعبي العراقي لأول مرة، يخرج شيعة العراق وخاصة جيل الشباب ضد الحكومة العراقية ويثوروا، والأكبر من ذلك هو أن ينصرهم شيوخ العشائر، وهذا أمر في الشأن العراقي لو تعلمين عظيم. أن يقف شيوخ العشائر في ظهر هؤلاء الشباب الثوار ويقفوا ضد السلطة الحاكمة ويهاجموا مقرات الأحزاب ويتحدوا كل التيارات الحزبية بما تملك من أسلحة وأموال وسلطة وكل شيء ودعم إيراني غير محدود، حقيقة كانت هذه نقلة نوعية كبيرة جدا، أتصور أنها نقطة بداية سيتم البناء عليها، ربما تأخذ بعضا من الوقت، ولكن في النهاية سيصل العراق إلى محطة يكون فيها الجميع على حد سواء، وتكون الكفاءة هي الأساس بعيدا تماما عن هذا سني وهذا شيعي، هذا عربي وهذا كردي، هذا تركماني وهذا صابئي. المسألة على فكرة ليست شيعة وسنة وأكراد، هناك طوائف أخرى كثيرة ومكونات أخرى كثيرة. لكن لها حصص في شرط أساسي. نعم، ولا أتحدث فقط عن العراق لكن مختلف التحديات اللي بنواجهها كمنطقة عربية، وهي تقوية البيت الداخلي، وفي ذات الوقت وهما مش بعاد عن بعض، قطع الطريق على مناطق القدم الخارجية. إلى أي مدى يبدو ذلك في المتناول عندما نتحدث عن العراق؟ الحقيقة هذا أمر صعب جدا. لماذا؟ لأنه يعني وربما يغضب هذا الكثيرين، يعني من يحكم العراق الآن؟ هم الذين عارضوا صدام حسين وتبنتهم إيران وجعلت منهم مقاتلين ضد الجيش العراقي وضد الدولة العراقية، وهم وزراء ومسؤولون ورؤساء حكومات. كيف يمكن أن تطيحي بكل تلك الرؤوس وأن تقطعي هذا المدد وهذا مبدأ التبني من جانب الدولة الإيرانية لهؤلاء الساسة؟ ربما الأجيال القادمة وربما مجموعات من الشعب العراقي الذي سئم الطائفية، لأن في النهاية هل استفاد الشيعة من حكم نظام شيعي للعراق؟ انظروا إلى محافظات الجنوب، أنا رجل جبت محافظات الجنوب من البصرة جنوبا إلى أقصى مدى يمكن أن تتخلي إلى كركوك شمالا، لم يستفد أي من الشيعة بسبب حكم الشيعة، وإنما الأحزاب ورجال السلطة ورجال الميليشيات هم المستفيدون الأساسيون من كل شيء، في الأموال وفي الوظائف وفي المراكز الاجتماعية. وعندما نتحدث عن الأموال نتحدث عن ملايين، عن مليارات وتريليونات يتم اختلاسها ويتم نهبها من مقدرات الشعب العراقي. وشيوخ العراق من الشيعة لا يختلفون عن شيوخ العراق من السنة، عشت وسط هؤلاء وعشت وسط هؤلاء، وحماني هؤلاء من القتل وحماني هؤلاء من القتل، والقضية الأساسية أنك ضيف وأنهم هم أصحاب الملاذ وأنت تعتبر بالنسبة لهم دخيل عندك. ماذا عن مشهد الاستقطابات الخارجية أستاذ محمود؟ الاستقطابات الخارجية بالتأكيد كل دولة تسعى لمصالحها، وأذى أضر كثيرا بالعراق. لا إيران أفادت الشيعة، استفادت إيران واستفاد قادة الميليشيات، ولا رجال السياسة من السنة استفادوا، هم فقط رجال السياسة الذين استفادوا، ولم تستفد حتى الدول السنية التي دعمت
الطوائف السنية داخل العراق. أمريكا هي المستفيد الأكبر مما يجري وتليها إيران من المصالح ومن النفوذ، ولكن من استفاد من العراقيين المدعوم شيعيا أو سنيا أو أمريكيا؟ لم يستفد أحد إلا قادة يعني أمراء الحروب وقادة الميليشيات ورجال السياسة بالعراق، لم يستفد الشعب العراقي، والنتيجة كما ترين الشعب العراقي. لك أن تتخيلي أن العراق الذي يعوم على بحار من النفط لا يستطيع، ما ينعمش بالكهرباء اللي احنا بننعم بها دي. الزراعة، العراق بلد الرافدين، بلد النهرين، التي علمت العالم مع مصر الزراعة، حتى الآن يستوردوا الطماطم والخيار من إيران. لك أن تتخيلي ذلك. يعني انظري إلى كم المأساة التي يعيشها العراقيون بسبب الاستقطابات الخارجية والتدخلات الخارجية. ورقة الضغط الاقتصادية أيضا الحديث يطول عنها طبعا، والمفروض في المقابل يكون في ورقة ضغط يعني للجهة الخارجية التي تمارس هذا الضغط. يعني لن ينعم العراق، لن ينعم العراق بالاستقرار، ولن يعود العراق عراقا عظيما كما كان إلا عندما يقوم على مبدأ الدولة الوطنية. هو احنا هنا في مصر استقرينا ازاي؟ مبدأ الدولة الوطنية اللي أقره الرئيس السيسي بعيدا عن أي انتماءات حزبية سياسية ايديولوجية، إذا تمكن العراق ووجد العراق من يعيد إليه أو يكرس عنده مبدأ الدولة الوطنية، تأكدي أن العراق سيعود عظيما وسوف ينهي كل الاستقطابات الخارجية وكل التدخلات الخارجية وكل ما يعكر صف العراق من دم وبارود وتدخل وانهيار اقتصادي وانهيار على كافة المستويات. كيف تقيمون دور الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة دولة لها مصالح، لم تأتي الولايات المتحدة بكل تلك الجيوش وبكل تلك التدخلات حتى تعود خالية الوفاض. لا يمكن أبدا أن تعود الولايات المتحدة إلا أن تنهي مهمتها داخل العراق ومعروف. والمسألة على بالمناسبة ليست هي النفط، أنت ترين أسعار النفط يعني في انهيار دائم، ويمكن أن يكون النفط أن يخسر قيمته كمصدر أساسي للطاقة. القضية ليست النفط، ولكن القضية هي سجالات سياسية وأوراق لاعب العراق يمثل فيها حجر الزاوية الآن لتعميم أي نظام. عندما أراد الأمريكيون أن يجربوا ما الذي يمكن أن يدمر الدول، جربوا نظام الطائفية في العراق ونجح، وحاولوا أن يجربوه في دول أخرى. عندما حاولوا أن يجربوا سطوة القوة التي تتشح برداء الدين متمثلة في الجماعات الإسلامية، جربوها في العراق بدولة العراق الإسلامية ثم بعد ذلك بداعش. العراق هو ساحة للحرب بالوكالة وساحة لتجربة أي نظام يمكن أن تعممه الولايات المتحدة الأمريكية على دول المنطقة تحديدا، ويمكن أن يكون العراق هو بوتقة الاختبار التي يخرج منها كل النتائج حتى تنفذ في دول أخرى. ماذا بعد كركوك؟ أتصور أن نجاح السيد مصطفى الكاظمي في الملفات التي تحدثت عنها، ربما ملف الفساد يكون عصيا على النجاح فيه حاليا على الأقل، ولكن نجاحه سياسيا ونجاحه في ملفات المعتقلين ونجاحه في ملفات المختفين قسريا وتنفيذ بعض مطالب المتظاهرين، ونجاحه إلى حد ما في ملف الكهرباء الذي بدأ يأخذ فيه خطوات، ونجاحه في تحجيم أو محاولة تحجيم الدور الإيراني في العراق، أتصور أن كل هذا يمكن أن يجعل العراق على بداية الطريق لخطوات ناجحة لأن يعود دولة قوية. ربما لن تكون قوية كما كانت، ولكن على الأقل تنزع منها كل السموم التي دخلت. إن شاء الله في القريب العاجل. وأنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن العربي. جزيل الشكر، شرفتني يا فندم. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، ودوما أم القضايا هي القضية الفلسطينية بالتأكيد، والتي دوما تواجه تحديات متعاظمة، ونأمل في أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا إزاء هذه الممارسات ارتقاء إلى تحقيق الحلم الذي يحلم به العرب جميعا، وهو دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. جامعة الدول العربية أكد بدورها أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 يعد إجراء باطلا مرفوضا ومدانا، بل ويمثل جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
بالفعل هي انتهاكات صارخة، نتوقف عند ما تشكله الآن وما الذي يعول من نقطة تحول إيجابية في هذا الملف، ما الحراك المطلوب في هذه المرحلة فلسطينيا وعربيا ودوليا. وينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير دياب اللوح، سفير فلسطين ومندوبها بجامعة الدول العربية. تحية لكم، مساء الخير. مساء الخير سيادة السفير. يعني في بيان الأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة الذكرى 53 لعدوان إسرائيل 67، يعني كيف يترجم ما أفادت به من يعني ما ربما يعني يؤمل أن يتطور إلى حراك حقيقي في مواجهة تصاعد ممارسات الاحتلال والحفاظ على الهوية العربية والفلسطينية في الوقت الراهن؟ فعلا نحن محتاجون لمثل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين الذي يستمر لمدة 53 عاما ويدخل عامه 54. نحن في دولة فلسطين أبدينا كل المرونة السياسية الكافية ووافقنا على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة متصلة جغرافيا على جميع الأراضي التي اختلف عن 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يعتبر مرونة سياسية كافية من القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وإلى جانب دول وشعوب المنطقة والعالم. إلا أن حكومة اليمين في إسرائيل تنصلت من كل الاتفاقيات وأدارت ظهرها لكل المبادرات ولكل القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي، وهي الآن تمعن في تنفيذ مخططها بدعم من الإدارة الأمريكية لضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. مع إمعان سلطات الاحتلال في مواصلة هذه السياسات، هناك أيضا إشارة في بيان الجامعة العربية إلى تداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية وما يمثله ذلك من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، كيف يمكن أن يشكل كذلك ذلك نقطة انطلاق وبعد تعمل عليه السلطة الفلسطينية وجميع المعنيين بشأن الفلسطيني؟ نعم، إقدام حكومة إسرائيل على تنفيذ هذا المخطط بضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية يعني إنهاء اتفاق أوسلو وكافة الاتفاقات والتفاهمات الأمنية بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وهذا من شأنه أن يحدث فراغا كبيرا في المنطقة وفي الواقع، من شأنه أن يهدد السلم والأمن في المنطقة وفي العالم. لذلك نحن حذرنا من مغبة إقدام حكومة إسرائيل على تنفيذ هذا المخطط، والاجتماع الوزارة العربي الذي عقد في 30 إبريل بالوسائط الإلكترونية حذر من مغبة تنفيذ هذا المخطط، وطالب الإدارة الأمريكية والدول الوازنة والمؤثرة بالضغط على الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن تنفيذ هذا المخطط. نعم، ويؤمل أن يبنى على ذلك المزيد من الخطوات المعتبرة. جزيل الشكر سيادة السفير دياب اللوح، سفير فلسطين ومندوبها بجامعة الدول العربية، جزيل الشكر. نشكر لكم مشاهدينا الكرام هذه المتابعة لهذه الحلقة من شؤون عربية، ولقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد والمزيد من المتابعات وتحليلات للتطورات في أكثر من ملف عربي. شكرا لكم وإلى اللقاء.